President Sisi, dear الرئيس السيسي، زملائي الأعزاء، هذا يوم تاريخي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأود أن أشكركم على هذه الكلمات وأشكر زملائي وأقول أنني فخور بالدور الذي قامت به إيطاليا لتحقيق هذا الهدف. الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في السياق الحالي تأتي السياق الحالي الذي نواجه فيه العديد من الأزمات التي يمكن أن تزعزع استقرار منطقة البحر المتوسط إلى درجة لا يمكن تخيلها. تلك العواقب قد تدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات مع جيرانها من الجنوب لمعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها معا، مثل الأمن، الغذاء والمياه، وأمن الطاقة والتنمية والهجرة. لذا فإن الإعلان المشترك وهذه المبادرة التي نوقع عليها اليوم في رأيي تظهر كليا استعدادنا لتعزيز وتشجيع هيكلا أو أسلوبا هيكليا جديدا للتعاون بين شاطئي المتوسط. وفي هنا على الجانب الآخر من الشاطئ فإن مصر تلعب دورا رياديا، هو نموذجا جديدا لمد البعد الذي دعمته إيطاليا وبدأناه في تونس منذ أشهر قليلة. فهذا العمل مستمر. أورسولا knows very well that Italy is absolutely on our side supporting this difficult work that she is doing. وأنها تعمل إلى جانبها وتدعم هذا العمل الذي تبذله، ويمكنها دائما أن تعول علينا في هذا العمل وتنفيذ الشراكة مع مصر. I think, as all the colleagues said, that لمساعدة بلدان المنشأ والمعبر بالدعم والاستثمار والتنمية والتعاون لمواجهة التدفقات غير الشرعية. ومن جانب آخر نطلب من هذه الدول أن تعمل على تحسين جهودنا لمواجهة المتاجرين في البشر ووقف التدفقات. فالتدفقات لا يمكن احتساب أعدادها بالنسبة في إيطاليا. لديها خطة مع في القارة الأفريقية وننفذها، وهي مقدرة بأكثر من 5 مليار، ومصر جزء من هذه الخطة، ونريد أن نحولها إلى خطة ملموسة على الوجه السرعة. ومصر اليوم سوف نوقع على العديد من الاتفاقات الثنائية الهامة جزء من هذه الخطة، وهكذا تصبح الخطة أكثر ملموسة بشكل أكبر بالنسبة لمجموعة السبعة تحت قيادة إيطاليا. فإن أفريقيا كذلك دعمت التعاون، والهجرة ستكون أحد الموضوعات في قمة دول السبعة. وما نريده هو أن نطلق كذلك تحالفا عالميا ضد المتاجرين في البشر. من الواضح أن هذا العمل مقدر وثمين نتيجة للموقف الدولي المعقد الذي نواجهه. الأزمة في غزة بالطبع هي تأتي على
في أهمية في على قائمة المخاوف لدينا ونطلع إلى وقف إطلاق النار الفوري وخلق ممرات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن ونؤيد بشدة الوساطة التي تتولها مصر مع البلدان الأخرى. إيطاليا منذ بداية الصراع قد لعبت دورا فعالا في توفير المساعدات الإنسانية لشعب غزة والآن نركز على الأمن الغذاء ولكن من الحتمية هو استئناف حوار سياسي يهدف في النهاية إلى حل الدولتين. الزملاء الأعزاء والعزيزي الرئيس السيسي فإنني أهنئكم على هذه القرارات الشجاعة وأشكركم على العمل المهم والعمل الذي سنواصله معه.